سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ كنتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم بزاف 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 البنات على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم. يا ربي تحفظكم، ويا ربي اللي كتمنى شي حاجه تحققها لها يا ربي. باش ما نطولش عليكم البنات، اليوم ان شاء الله بغينا نديرو شي حاجه اللي ناكلوها الكوتين، المهم شي حاجه جديده وشي حاجه اللي مكونات ديالها بسيط. كيف كتشوفوا هنا عندي واحد كاس مملوء ديال الدقيق فورس، عندي نص كاس ديال زيت المائدة، هنا هذا كاس عنبة، هذا صغر من كاس ديال العنبة، يعني هنايا راه مملوءش كامل، دونك بحال تقول كاس الا ربع من هذا الصغير. يعني غديروا نتوما نص كاس ديال العنبة ديال الزيت، نص كاس ديال العنبة ديال السكر حبيبات او سنيدة، نص كاس ديال العنبة ديال الحليب، حبة ديال البيض، خمارة من وزن 8 غرام، عندي خنيشة ديال السكر فانيلا هنا كيف كتشوفوا، وعندي هنايا هذا مركز ديال الحامض. اللي ما عندوش مركز البنات، انا نورمالمون خاصني ندير فيه عصير الحامض، انا ما عنديش العصير ديال الحامض، يعني عندي المركز شي حاجه منه، خديت معلقه ديال المركز. هادو هما المكونات البنات اللي عندنا، ونبداو على بركه الله. حبه ديال البيض غادي نضيف عليها ديك نص كاس ديال سكر حبيبات، نص كاس ديال العنبه، غنضيف عليها كذلك ديك كيس ديال سكر فانيلا. الا عندكم الفاني بودره ديروها، وغنخلطوا هاد المكونات جيدا. هنا غنضيف ديك نص كاس ديال الزيت، نص كاس دائما ديال العنبه، هنا البنات غنضيف ديك ملعقه ديال المركز ديال الحامض. انا قلت لكم اللي ما عندوش هذا يدير العصير ديال الحامض، حيت هي الوصفه خاصني ندير فيها ملعقه ديال عصير الحامض، انا حيت ما عنديش الحامض درت المركز هو اللي متوفر عندي. وغنخلط هاد المكونات جيدا، غنضيف كذلك ديك نصف كاس، نصف لتر، نصف كاس ديال العنبه ديال الحليب، هنا غادي نضيف ديك الدقيق، غندير نصف ديال الكمية، وغنضيف عليها خميرة الحلويات من وزن 8 غرام، غنخلط هاد المكونات. وغنعاود نضيف ديك نصف الكمية ديال الدقيق اللي عندي، على هذا الشكل. البنات كيولي هذا هو القوام ديال الكيك. غادي ناخذ في هذا الاثناء المول اللي غنضيف نصب فيه هذا الكيك. انا خديت غير المول العادي ديال الكراتان كيف كتشوفوا، دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق، وغنصب فيه هذه الكميه اللي عندي ديال الكيك. يكون هذا هو القوام ديال البنات ديال الكيك. الفرن جاي انا درتو سيسخن، غدا ندخلو الكيك يطيب، ومن بعد نوريكم حاجه اخرى. البنات الكيك ديالنا من بعد ما درتو في الفرن باش يطيب، هنا جيت باش نوجد الطبقه اللي غنحط فوق منه. عندي هنايا واحد جوج تفاحات متوسطات، ولا لكن عندكم ديك التفاح البلدي صغير ديروا ربعه الحبات.
هنايا اللي درت عليه واحد شويه ديال الحامض. غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال السكر حبيبات باش نخليه يتكراميليزا على هذا الشكل. وغادي ندير كذلك واحد المعلقه ما عامراش، معلقه كبيره ما عامراش ديال الزبده. هنايا انا كنستعمل غير الزبده ديال العلبه. وغادي ندير هاد المكونات فوق النار حتى يتعسل لي هاد التفاح، وعاد نزولو ان شاء الله. البنات هنا عندي التفاح ديالي من بعد ما عسلته، كيف كتشوفوا هذا هو القوام ديالو، كيجي معلك على هذا الشكل. وهنا عندي ديك الكيك ديالي من بعد ما خرجته من الفران، انا نقرب لكم باش تشوفوا على هذا الشكل. هنا في هذا الاثناء غدا ناخذ واحد طريفات ديال القرقاع او الجوز هنا كيف كتشوفوا، وغدا نقطعهم هنا هكا على شكل عشوائي ونحطهم هكا نزيدهم على التفاح. هنا كتبقى هذه كفكره، والصراحه راه كتعطي واحد النكهه زوينه البنات، غير جربوها ما غتندموش عليها. وغنهرس هذا القرقاع على هذا الشكل. البنات هنا من بعد ما قلبت ديك الكيك ديالي هنا في الاناء ديال التقديم على هذا الشكل، غادي نصب هنايا هاد الحشوه اللي درنا على هذا الشكل، وغنحاولوا نوزعوها على الكيك كامل اللي درنا. انا من الاحسن البنات تخليوها حتى تبرد، انا حيت زربانه بها شويه دونك غنحاول نوجدها ونخليها ترتاح واحد شويه كل هذا الشكل. صراحه البنات راه غير هنا انا بعدا ما كان من الناس اللي قليل فاش كياكلوا التفاح، دونك منين نهار بديت كندير هذا الكيك صراحه زعمت عليه وليت كناكلو كل هذا الشكل. هذه التورته ديال التفاح بشكل جديد هنا كيف كتشوفوا. انا غادي نزيد هنا البنات شويه ديال الكراميل، انا خديت هذا الكراميل جاهز راه كاين في محلات بيع الحلويات ولا عند الهري، غتقول له اعطيني غير الكراميل جاهز راه يعطيه لك، راه ما غاليش بزاف هادي. وغندير هنا خطوط، صراحة راه كتصلح لي ديسير كتصلح لأي حاجة. لهذا الشكل خصوصا دابا هي سخونة البنات غادي يدوب فيها هاد الكراميل، غتعطي واحد واحد المنظر غزال صراحة على هاد الشكل. غنضيف كذلك واحد شويه ديال الكوك هنا، كوك ابيض ما محمر ما والو، غير على هذا الشكل غير شويه اللحوم للفوق بحال هكا. لهذا الشكل دونك كتبقى هذه الطريقه ديال التزيين ديال هذا الكيك ديالنا البنات، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا او طارت التفاح بطريقه جديده طريقه مختلفه. هكا صراحه كتعطي واحد المنظر هنايا كيف كتشوفوا من الفوق، ديك الكوك مع ديك القرقاع والكراميل والتفاح، هنايا ديك الكيك اللي درنا نتوما كتشوفوا السمك ديالها قداش. الى عجبتكم الوصفه البنات ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي قناه يوميات سوكي والضغط على جيم وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. شكرا للبنات بزاف 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 على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، ويا ربي ما تحشمنيش معاكم. شكرا لكم مره اخرى والى وصفه مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.